وإلى الشرقية، أعلنت مديرية أمن الشرقية أن قوى من مباحث الشرقية برئاسة العميد عاطف الشاعر تمكنت من تحرير رجل الأعمال ممدوح علي أبو جبل، وهو المختطف منذ أسبوع في مدينة العاشر من رمضان على يد مجموعة من المسلحين طلبوا فدية مالية 10 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه. كما أعلنت المديرية أن قوى من مباحث منيا القمح برئاسة رائد ربيع والنقيب محمد فؤاد تمكنت من اقتحام قرية العقولة وضبط 5 بنادق آلية وكميات كبيرة من المواد المخدرة. اللواء مليجي فتوح مدير أمن الشرقية على التليفون في الحياة الآن. سيادة اللواء برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. تحياتي يا فندم. سيادة اللواء، يعني طبعا كل الموضوع المتعلق باختطاف رجل أعمال وفدية 10 مليون ووفقته الحمد لله في الانتهاء من هذه القضية، يعني عايز أعرف تفاصيل أكتر من حضرتك. والله هو بلاغ يعني برضو غريب علينا شوية. صحيح. وغريب على المجتمع اللي احنا عايشينه وفي مصر وفي مدينة العاشر من رمضان حوالي الساعة 8:30 الأستاذ ممدوح كان راجع من مشوار، كان بيصلي راجع بيته الحقيقة والله، فحصل أن بعض اللي ما عندهمش ضمير واللي يعني هنخلص منهم إن شاء الله، هنخلص منهم بإذن الله، وخلصنا منهم بإذن واحد أحد بإذن الله. خدوه على اساس اعترضوا طريقه وخدوه، او بمعنى اصح يعني اختطفوه. الحقيقه من ساعتها ما ينفعش بقى ان احنا ننام ولا نقعد الا لما يكون اب اسره وعائد لاسره وانسان محتجز. فكان في توجيهات عليا طبعا السيد الوزير ومن جميع من الأمن العام ومساعدة وزير الأمن وجميع القطاعات. تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى كان تحت الإشراف الشخصي والمتابعة من قيادات الوزارة، مش مني بس، لا ده من قيادات الوزارة كمان. تمام. والحقيقة ساعدنا فيه، وبشكر أسرة المجني عليه، ابنه المهندس علي، لابن اسمه علي مهندس عنده 25 سنة ولد بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيه. ساعدنا فعلا، وأسرة كانت متماسكة في المعلومات وفي استدعائهم وفي ان احنا نروح لهم والضباط يروحوا لهم وما ناموش هم كمان والله معانا، لحد ما وصلنا لمكانه وتم التنسيق مع عدة محافظات مجاورة. أول مرة تدخلوا القرية دي من فترة طويلة ست اللواء؟ ليه قرية ليه؟ العقولة. لا ده العقولة ده شق تاني، العقولة ده شق تاني، والواقعة بتاعت ممدوح شق تاني خالص. مش في نفس القرية يعني؟ لا 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 لا، لا ده كان في مدينة العاشر في طريقه وكان راجع من المصنع بتاعه. طيب بالنسبه لل10 مليون تم دفعه، يعني تم تحريره بدون دفع الفديه؟ ما فيش قرش ساغن دفع. تمام. ما فيش، وتم تحريره وتم وجاري ضبط باقي الجناه، وتم ضبط جزء منهم وجاري ضبط الباقي، وتم الانتشار في جميع المحافظات، وفريق البحث ما اقتصرش فقط على محافظه الشرقيه بل جنوب سيناء كمان، واشتغلنا ال 24 ساعة 7 أيام شغالين 24 ساعة، والضباط ما نامتش لغاية الأستاذ ممدوح أبو جبل ما رجع لأولاده. وبشكر أسرته على إنها كانت أسرة متماسكة ومتعاونة معانا في الإخطار بالمعلومات أول بأول، والتهديدات اللي كانت بتوصلهم. وتم طبعا يعني تقنية الاتصالات الخاصة بيهم لحد من الحمد لله ما ربنا وفقنا ووصلنا الجناه وتحديدهم وجاري ضبط باقي الجناه ان شاء الله. طيب فيما يتعلق بحملات مباحث الشرقية وقرية العقولة، يعني انا الحقيقة مزجت بين الاثنين، ده موضوع وده موضوع تاني. قرية العقولة والاقتحام وضبط 5 بنادق آلية وكميات من المواد المخدرة. لا لا لا، ده الحقيقة كانت في حملة مكبرة على نطاق الشرقية بالكامل،
وكل نقطة أو كل منطقة يقال عنها إنها بؤرة إجرامية. الحمد لله ما فيش بؤرة إجرامية عندي. دخلنا كل الأماكن اللي يقال عليها إن فيها خطورة. تم ضبط 68 قطعة سلاح. من العقولة تم ضبط 5، وساعدتك أنت شفت اللي شايف يمكن الصور اللي قدام حضرتك. تم ضبط 72 متهم على نطاق الشرقية بالكامل. تم مداهمة الظهير الصحراوي، تم مداهمة كل الزراعات من حملة مشتركة الأمن العام وإدارة البحث عندنا بقيادة العميد عاطف مهران ومدير المباحث ورئيس المباحث عاطف، العميد عاطف الشعب، وجميع ضباط البحث الجنائي اشتغلوا وبذلوا مجهود غير عادي. وكانت حملة لا تتخيل، وصورها يمكن وصلت لحضرتك على ما أعتقد. صحيح. عندي 36 قضية مخدرات تم ضبطها. فالحقيقة كانت شبه حملة تطهيرية لجميع نطاق الشرقية. كل التوفيق سيادة اللواء، يعني كل التوفيق سيادة اللواء مليجي فتوح مدير أمن الشرقية، وكل التقدير طبعا للجهود اللي بتقوم بها وزارة الداخلية وقيادات وزارة الداخلية، وبالأخص طبعا حضرتك اللواء مليجي فتوح مدير أمن الشرقية.